الشعور ديالي انني نحضر مع نكون معكم اليوم في هذا اللقاء في هذه الجيره بالذات، خصوصا الحمد لله هذا اللقاء ياتي بعد واحد العمل كبير اللي قمنا به في اطار الحكومه تفاعلا مع انتظارات ديال الجهه، وخاص بواحد الامور اللي هو تهم نتكلموا على الطب وعلى الصحه ديال المواطنات والمواطنين، ما يمكنش ما نتكلموا على واحد الموضوع اساسي اللي هو مرتبط بالماء. وانتم تعلمون بان الجهه مع الاسف والحوض المائي ديال الملويه بكيفيه عامه فهو جات تعاني من واحد النقص في التساقطات المطريه، والنقص كذلك في تعبئه الموارد المائيه، وهذا تشكل خطر على المواطنات والمواطنين لا من حيث تلبيه الحاجيات ديال ما هو مرتبط بالماء الصالح للشرب، وما هو مرتبط كذلك بالسقي بالنسبه للفلاحه، وبالنسبه كذلك الاشكاليه ديال الكسابه واللي هو مطروح. وفي نفس الوقت انتم تعلمون بان ملي تيكون واحد التراجع كبير ديال الامكانيات المائيه فهذا تيكون عندنا واحد البعد سلبي على الصحه ديال المواطنات والمواطنين. زياده على هذا الامر كذلك ثم عارفين بان هذا الامر فهو انه هذا مشكل هيكلي اللي هو مطروح بالنسبه للجهه، ولذلك اعتبرنا انه من الضروري ان لا ننتظر. يمكن ناكد لكم بان في ظرف وجيز يمكن اسبوعين درنا واحد البرنامج مهيكل بالنسبه للجهه ديال مليار و300 مليون درهم باش دار السدود، باش دار كذلك التضامن ما بين الجهات من خلال ربط ما بين الاحواض المائيه، باش دار تحليه المياه بالنسبه للمنطقه خصوصا بالنسبه للناظور، باش دار كذلك البحث عن الفرشه المائيه والحفاظ على الفرشه المائيه والثقب ديال الماء باش نضمنوا الامر، باش دار السدود كذلك التنميه، وباش دار الاقتصاد في الماء. اذا واحد المشروع اللي هو متكامل اللي فيها امور اللي غدار ان شاء الله ابتداء من يناير المقبل، وكاين امور اللي عندها واحد الصبغه مهيكله اللي غدار على المدى المتوسط. ولكن اللي بغيت ناكد لكم بان هذا البرنامج فهو عنده واحد الصبغه مهيكله بالنسبه للجهه، وانه برنامج استثنائي عمرنا دار واحد المشروع بهذا القيمه وهذه الاهميه بالنسبه لواحد الجهه في المملكه، وبالتالي بغيت نبشركم بهذا الامر.